معنا في الاستوديو السيدة لينا قنوع وهي محللة أسواق مالية في إكويتي جروب. أهلا بك معنا سيدة لينا مع شاشة ام بي سي عربية. بداية نتحدث عن الأسواق الأمريكية، شهدنا ارتفاعات قياسية لعدة جلسات في وول ستريت خلال الفترة الماضية، وتحديدا في الجلسة الماضية شهدنا الدعم الأقوى كان من شركات الطيران بعد التراجعات القوية التي شهدناها خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا. ولكن السؤال هنا، هل نتوقع مزيد من ارتفاعات في وول ستريت أم أنها مؤقتة هذه الارتفاعات؟ نعم، بالنسبة لأسواق وول ستريت بالفعل عم ترتفع، عم نشاهد تقريبا الاس ان بي 500 عم يصل تقريبا مستويات 4000، وايضا الداو جونز لمستويات قياسية 33000. متوقع انه نشوف المزيد من الارتفاعات، يعني هذه الارتفاعات عم نشاهدها، وخاصة كان شفنا ارتفاعات على اسهم التكنولوجيا خلال الجائحة، وما زال في استمرار للمؤشرات ارتفعت لكن لم تصل للمستويات القياسية اللي وصلها الاس ان بي الان 500، وأيضا مؤشر داو جونز. لا ننسى أن هناك توجه كما ذكرتي لشركات الطيران، الشركات اللي عم تستفيد من التعافي الاقتصادي مرتبطة بالتطورات الاقتصادية وأيضا الاجتماعية الحاصلة مع حملات التلقيح اللي متوقعين أن يكون فيها تطورات بشكل سريع، حملات التطعيم، وبالتالي عم نشوف الدعم أيضا وحزم التحفيز الأمريكي. وشفنا كيف شركات السفر خصوصا استفادت، وأيضا لا ننسى أن أسهم القيمة يعني عم نشوفها اللي العوائد يعني السعر السوقي تبعها متدني مقارنة بالتوزيعات الأرباح، يعني مثل إيربي وعدد من الشركات الأخرى عم نشوف هاي التركيز عليها الآن، وخاصة أنه أيضا البيانات الاقتصادية الإيجابية من الإنتاج الصناعي أيضا كلها عم تحقق إيجابية. فأتوقع المزيد من الارتفاع في أسواق الأسهم، وخاصة إذا قام أيضا جو بايدن بسياسته حول رفع الضرائب سيكون هناك تأثيرات، فبالتالي ما زالت هناك نظرتنا نحو الارتفاع مستمرة في الأسواق، وخاصة عم تعتمد على التعافي الاقتصادي والنمو الاقتصادي، وأيضا ترقب لاجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي سيكون طبعا اليوم يبدأ وينتهي في جلسة غد، فكلها سوف تحدد كيف سيكون توجه التوقعات المستقبلية وأيضا توجه السياسة النقدية. نتحدث عن أسواق السلع، شاهدنا الذهب خلال الفترة الماضية تحركات كانت ضيقة، لم نشهد ارتفاعات قوية، مع الرغم أنه نوعا ما الأساسيات لا تزال موجودة، حزمة التحفيز كانت من المتوقع أن تدعم الملاذ الأمن وذهب المستثمرين واتجاه المستثمرين للذهب كملاذ أمن، ولكن هذه التقلبات التي نشهدها والارتفاعات الضيقة إلى أي مدى سنشهدها خلال الفترة المقبلة، وهل سيستمر أو تستمر نوعا ما هذه التراجعات على الذهب؟ بالنسبة للذهب، يعني بعد ما وصل لمستويات قوية 2075 خلال جائحة الكورونا، ارتفعنا 36% خلال عام 2020 قبل أن يغلق إلى مستويات تقريبا 20%، بعد يعني وصول الاقتصاد إلى أسوأ يمكن ركود منذ الحرب العالمية، فبالتالي أسعار الذهب بدأت تتراجع في عام 2021 بتراجعات بنسبة 10% وصولا لمستويات تقريبا 1700 دولار. هذه المستويات عم يتأرجح فيها أسواق الذهب. كانت نظرتنا تفاؤلية بسبب ارتفاع التضخم، أنه متوقعين أنه توقعات مع حزم التحفيز الأمريكي وخاصة الحزمة الأخيرة أنه هي متوقع أنه يكون ارتفاعات في التضخم وأنه تدعم أسعار الذهب نحو الارتفاع، لكن ما زال برأيي أنه التضخم ما زال هناك منخفض، وخاصة بعد آخر البيانات الصادرة كانت من الولايات المتحدة الأمريكية عن التضخم، وأيضا اليابان يعني هناك التضخم ما زال هناك في التضخم سلبي يعتبر، فبالتالي عدد من الدول يوجد لديها تضخم منخفض، كل هذا عم بيخلي انه ما عم بيخلي الذهب يؤدي للارتفاع. بالتالي يعني بالنسبه للذهب، يعني اذا عرفنا الذهب ما هو الملاذ الامن، هو الاداه اللي بنستخدمها لتغطيه مخاطر سواء في فتره زمنيه سواء اقتصاديه او سياسيه على انه ان ترتفع قيمته خلال الفتره الزمنيه، لكن الاستثمار يعني بشكل عام في بلغة الاستثمار أنه نشوف مكاسب على الأصول أو على الأصل أو الملاذ الآمن خلال فترة زمنية قصيرة، لكن هذا ما شفنا عم بيحدث، وخاصة إذا شفنا البنك المركزي الأردني كان التضخم 1.9%
1.9% والاستثمار أقل من 1.9%، خاصة وتوقعات البنوك المركزية ما زاد جولدمان ساك عم بتوقع 2000 وأكثر من 2000 وعدد من بنك أوف أمريكا يعني هناك توقعات كانت حول ارتفاع أسعار الذهب. فبالتالي أنا متوقع أنه الذهب يعني يسلك ربما نتيجة التضخم المنخفض، يعني لا أستبعد بعض الارتفاعات الآن على أسعار الذهب، لكن نظرتنا يعني اختلفت حول اتجاه أسعار الذهب. وكما ذكرت أنه ترقبات الفدرال الأمريكي والتوجهات وماذا سيقول عن التضخم وأيضا عن نوائي السندات الخزانة الأمريكية ستكون كل هذه العوامل لها تأثير على أسعار الذهب، فبالتالي لا أستبعد بعض الارتفاع إلى الآن، لكن على المدى الطويل حسب المعطيات التي سوف تظهر بعد ذلك. نعم، وأنا أشكرك لينا قنوع، وأنت محللة أسواق مالية في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة والمعلومات.